How are you? I'm fine, thank you. And you بقى تعبير ما شاء الله هو مش بس موجود في اللغة الإنجليزية، ده بقى تعبير دارج عندنا في ثقافتنا المصرية العربية المتأصلة، وبقينا بنستخدمه حتى في ان احنا نتنور بالإنجليش او حاجة زي كده، او حتى لما بتدي حوار مع حد كل اللي نعرفه هي كلمة How are you? I'm fine, thank you and you، ما بنعرفش نكمل بعدها. في الفيديو بتاع النهاردة انا جايب لك شوية alternatives او بدائل تقدر تستخدمها في انك تقول حاجة تانية غير How are you اللي تعبت معانا جدا جدا جدا. في الفيديو بتاع النهاردة ودوت هيبقى الإضافة بتاعتي إن أنا هقول لك البديل بتاع How are you، وده ينفع تقوله في موقف رسمي ولا في موقف غير رسمي، لأن مثلا في حاجات ما ينفعش تقولها لناس أنت ما تعرفهاش، لازم تبقى أنت عارفه كويس جدا عشان تقدر تقوله البديل بتاع How are you اللي أنا هقول لك عليه ده. وفي حاجات تانية لا ما ينفعش تقولها غير لواحد أنت أول مرة تقابله أو مش متعود عليه، أو زي ما بنقول formal situation أو موقف رسمي. بقى احنا عندنا formal situations وهنعرف البدائل بتاعت How are you، وعندنا informal situations أو مواقف غير رسمية وهنعرف برضو البدائل بتاعت How are you في المواقف الغير رسمية. هنتكلم الاول على بدائل How are you في المواقف الرسمية، وكمان هديك الردود بتاعتها. البدائل تاني بتاعت How are you في المواقف الرسمية او الفورمال سيتويشنز، يعني من الاخر حد انت مش متعود عليها ومش صاحبك او ما تعرفوش، وكمان الردود بتاعتها. اول بديل عندنا انك تقول How are you doing? How are you doing? Or How are you doing today? ولو انت اللي بتتسأل وعاوز ترد هتقول I'm doing well, I'm doing good, I'm doing well, I'm doing good. تاني حاجة How's everything? How's everything? والرد بتاعها Everything is okay. Everything is okay. تالت بديل formal How's life? How's life? ايه اخبار الحياة او الدنيا؟ How's life? Life is good. الرد بتاعها Life is good. How are things? How are things? والرد They're fine. أو things are fine. إيه أخبار الحاجات والمحتاجات؟ الدنيا كويسة. Things are fine. Things are fine. طيب نخش بقى على informal situations. واحد صاحبك بقى وحبيبك كده وإيه عامل إيه يا صاحبي؟ عامل إيه يا حبي؟ أخبارك إيه النهاردة؟ الحاجات ديت. تمام؟ أول حاجة إنك ممكن تقول له What's up? What's up? أو البديل بتاعها لو أنت بتتكلم بسرعة أو في الإنجليش What's up? What's up? What's up? اوكي انت بقى عاوز ترد مثلا تقول له good great اوكي I'm okay. دي الردود بتاعتها. تاني حاجة how have you been? How have you been? ودي الرد بتاعها برضو great okay can't complain يعني الحمد لله ما منفعش اشتكي الحمد لله can't complain. تالت حاجة how's it going? How's it going? والرد بتاعها it's going well. It's going well. أو everything is going well. عندنا كمان how's it hanging? How's it hanging? How's it hanging? How's it hanging? عندنا كمان what are you up to? What are you up to? What are you up to? دي كلها بدائل لhow are you سواء في المواقف الرسمية أو المواقف الغير رسمية. فيديو خفيف لو عجبك share and like. Thank you and wish you all the best.